وقبل ما نتكلم مع كابتن فاطمه هنخرج للمهندسه امل مبده صانعه الامل ورسمت الامل والبسمه على وجوه كثيرين من هؤلاء اللاعبين اللي فعلا مشرفينا قادرون باختلاف. معانا المهندسه امل مبده رئيس الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه. مساء الخير يا باشمهندس. باشمهندس امل معايا اوكي كابتن خالد. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ انا الحمد لله سامعني كويس؟ انا سامع كويس، انت سامعه كويس؟ انا سامعه كويس. تمام، عايز اقول لك الف مليون مبروك، بترسمي البسمه على وجوه المصريين بصراحه. والله فعلا والله بتديني اكتر من حقي اللي بيرسم بسمه الابطال اللي قدامك دول. اكيد كابتن فاطمه وكابتن مؤمن. بالظبط الحمد لله، والباقي المنتخب مصر اللي كان بيشرفنا في استراليا وعملوا نتائج الحقيقه الحمد لله رب العالمين. ان احنا مصر راجعه ب 14 ميداليه في اول بطوله عالم منذ التاريخ. ان مصر تشارك في اول بطوله عالم في الاتحاد الدولي وبالنتيجه دي، فالحقيقه انا فخوره جدا بانجازات ولادي، يعني ربنا يبارك فيهم وفي اهاليهم اللي هم دايما اقول هم الابطال الحقيقيين ورا الابطال دي. كنت مع حضرتك موجوده معانا واتكلمتي اللي كان عندك هدف ان لاعبتنا دي تلعب في بطوله العالم، وفعلا لعبوا في بطوله العالم. كلمينا عن الاستعدادات اللي حصلت قبل بطوله العالم اللي قدروا ابطالنا اللي متواجدين معانا واللي ما جوش النهارده وحققوا 14 ميداليه من في البطوله. بص الحمد لله الاتحاد، رغم ان احنا عمر الاتحاد قصير يا كابتن خالد، احنا بقالنا بس 4 سنين. الاتحاد تم انشاؤه سنه 2014 بقرار وزاري من معالي الوزير طاهر ابو زيد. بعد كده طبعا خدنا كل الدعم من المهندس خالد عبد العزيز، ومستمرين في دعم يعني الحقيقه من الوزير معالي الوزير اشرف صبحي اللي كان امبارح معانا في المطار، وهو الحقيقه يعني من الناس اللي مؤمنه جدا بقضيتنا وواقف معانا. فاربع سنين في عمر الاتحاد ان اولادنا يوصلوا لهذا المستوى، ويعني انا بشكر ربنا طبعا لان احنا معانا منظومه قويه من المدربين ومن اعضاء من زملائي اعضاء مجلس الاداره اللي يعني بنعمل اقصى جهد عشان ولادنا يظهروا. والحقيقه احنا خدنا اشاده في بطوله العالم في استراليا ان ازاي احنا في الثلاث، لان احنا عارف يعني اشتركنا في الستيك في التنس الطاوله وبعدين رجعنا تاني في السباحه في المكسيك، فهم برضو شايفين التقدم اللي احنا بنحرزه شويه بشويه. فالمره دي الحقيقه يمكن انا زملائي، انت عارف انا عضو اتحاد دولي كمان، مظبوط، زمايلي في الاتحاد الدولي قالوا لي يعني ازاي مصر في الوقت القصير ده انتوا عملتوا كده. فالحقيقه ده اللي دايما بقوله، احنا ما بنعملش كده لوحدنا، اللي بيعمل كده الاهالي المدربين المنظومه كلها الحمد لله ماشيه كويس. انت عارف قصه التصنيف وفصل الاعاقات دي حقيقه تجربه مصريه خدها مننا الاتحاد الدولي. انا عارف ان حضرتك اساس في هذا الموضوع، لكن مش هسيب اولياء الامور تعدي، عايز رساله من حضرتك النهارده، وانت علاوه كده رساله لاولياء الامور الابطال والنجوم دول، ورساله كمان لاولياء الامور اللي ولادهم مش بيلعبوا. بص انا هقول، امبارح كان في مقاله كتبها الكاتب ياسر ايوب، الحقيقه انا يعني يمكن انا عيطت وانا بقراها. هو كان بيقول انه بيطلب من رئيس الجمهوريه انه التكريم لاولادنا وان هو يقابلهم، مش بس تكريم الابطال دول، بيقول ان الابطال الحقيقيين هم الامهات والاهالي اللي رغم ان احنا لغايه دلوقتي يا كابتن خالد في سخريه من المجتمع، وفي ناس مش هقول كل المجتمع طبعا، بس في ناس شايفه ان اولادنا قليلين و الى اخره، لكن هم دول اللي قدموا قدرات اولادهم ووصلوا ده. فالحقيقه امبارح يعني انا مش هقدر اقول اكثر من اللي ياسر ايوب قاله. انا بقول انه بحيي الاهالي وبشد على ايدهم وبقول لهم انتوا الابطال الحقيقيين، انتوا زي امبارح حد كان بيدعي لي وبيقول لي انتوا عملتوا، قلت لهم احنا ما بنعملش حاجه، هي في الاخر اللي بيعمل التورتايه كلها انتوا والمدربين، احنا الاتحاد يجي نحط الكريز اللي فوق ان احنا نكمل المنظومه نشترك بالولايات الدوليه، لكن الحقيقه انتوا اللي ورا كل الانجازات دي. بس اكيد برضو ايمان، اكيد انا مش مهندسه، اكيد ايمان حضرتك بالفكره وبالتحدي الكبير ده كانت حاجه مهمه جدا ان الاولاد يوصلوا كده. لكن خليني اقول حاجه، كلمه مهمه جدا، في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوع اختلف كمان معاكي، زاد اهميه، اكتسبتي ايه او اكتسبوا ايه الولاد دول في العصر ده؟
لا بص الدنيا اختلفت خالص يعني. أيوة. يعني في الاربع سنين يعني انا كنت بشتغل في اول ايفنت فخامه الرئيس حضره. ايوه. لا في الاربع سنين احنا بقينا في حته تانية بقى، الاعلام بيسلط ضوءه على اولادنا على انجازاتهم. دلوقتي بقى في مساواه بعد الحفله بتاعت قدرون باختلاف، لو حضرتك تفتكر انت استضفتني. طبعا طبعا. في وجود الرئيس، والرئيس اعلن لاول مره هيبتدي يبقى في مساواه في المكافآت ما بين اللاعب الغير معاق والمعاق اللي بيحرز ميداليه دوليه او اولمبيه. يعني بص ابتدوا اولادنا يتحطوا على الخريطه. انا احكي لك قصه صغيره لو وقتك يسمح. اتفضلي. بعد الحفله بتاعت قدرون باختلاف، ففي ام من الامهات كانت في مكان ما بتتسوق يعني، فالمكان ده بيخلي الام اللي بتتسوق او يعني الاهالي ان هم ممكن يحطوا ابنهم وبنتهم في زي بارك كده يلعبوا. فالام عندها بنت وولد، بنت مش معاقه وولد معاق، فقالت له من فضلك خد ابني وبنتي وبتدفع لهم الفلوس كده. فالراجل قال لها، الموظف قال لها، لا انا هاخد الغير معاق ومش هقدر اخد ده. وهما الاثنين عندهم نفس السن، اربع سنين وخمس سنين او خمس سنين وست سنين. كويس. فانا بقى لقيت الام بتحكي لي، قالت لي انا وقفت وقلت له السبب معناه انت يعني انت مش فاهم انت بتقول ايه، انت مش عارف رئيس الجمهوريه بيعمل ايه، واقف جنبهم ازاي، بيساوي في ظهرهم ازاي. فانت متخيل يا خالد يعني الموضوع صح. بقى ايه ان انت بقى ليك ظهر تستند عليه، بقى الولاد فندم اتفضلي اتفضلي معاك. فالولاد بقى ليهم ظهر والامهات بقى ليهم ظهر، حاسين ان في سند من الدوله، حاسين ان لما راس الدوله ينور على قضيتنا ويقول انا معاهم فلازم البلد كلها تبقى معاهم. عشان كده احتفاليه قدرون باختلاف انا بالنسبه لي هي مش حفله وغنى ورقص، هي دايما بتفكر الناس ان احنا موجودين. اكيد لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون هو مدعم الامور، اكيد كلنا كمان اكيد من نواحي كتيره جدا لازم يكون دعم اساسي، زي ما احنا بندعم ولادنا في الرياضه العاديه لازم ندعم ولادنا، لان دول ولاد مصر اللي برضو بيرفعوا اسم علم مصر. سؤال